الصلاة والسلام عليك وعلى لك يا سيدي رسول الله أغسني شريئا بذات الله اللهم صل على سيدي وحبيب محمد المختار صلاة تقدمنا بها في سلك سلف الأحيار وعلى آل الأهل وصحابة الأبرار وسلاما تسليما كثيرا يرضى بها أن رب العزيز الغفار
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك وجلاله سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسر بها القلوب وتنقلب بها الأسوأ وتلين بها السوء. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوبة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في رضا الله صلاة وسلاما دائمين بجاه ملك الله ولما نظم بكر من درس في المحمدية الوقود لوجدت إلى الله متواصلا بسيده وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يتلى صاحبه مشهورا وبري فيه محمودا منه الفيوض الغام يا مهدو إليك أسرابي وسري لديك سيد المرسلين عندك صادق العميد سيدنا محمد الذي أمد رسالة لده العالمين عندك صارينا وتصري ملدك عدد الكاملة مرسعود إليك أمانتك وعبد سرك وحبيب راية دعواتك شاملة Ikali ahli widadi, sayyidil awliya'in بمضائه العظيم أمجانا بحركاتنا وسكنتنا بعينينا يديك ونفطنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميلك بحاجتك وحسن وقايتك أمجانا وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا بنياتنا وأمالنا بالله ولحقك من الهابدين اللهم إنا لنا أطمع برحمتك الخاصة على دورك ولا تهرمنا أطلنا جميعا يا وسيلة إليك فلا تعيدنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين منا بالغفران وقلوبي دين المدى
والحمد لله رب العالمين.